الهلال بيعلن ان الرياض زرقاء في مباراه ماراثونيه ضد النصر السعودي في ديربي الرياض، في مباراه فيها كل حاجه، جمهور واثاره ومتعه وطردات وجوان واثاره وكل حاجه حصلت في المباراه دي. الهلال بيقترب من الثامنه والنصر بيبتعد عن البطوله بعد خروجه من هذه المباراه، ولكن مباراه جميله جدا فيها كلام كتير تكتيك، كلام تكتيك كبير جدا على النصر وكلام تكتيك كبير جدا على الهلال، مباراه فيها كلام كتير قوي. فطالما الحلقه دي نزلت لك انزل اعمل لايك، اول مره تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان الحلقات تجي لك اول باول. يلا بينا نخش نتكلم عن ديربي الرياض. حطني رقم واحد في القصي. الهلال والنصر، مباراة كان فيها قبل المباراة كان في صغب كبير حواليها، وكان في هالة حواليها، وكان في حماس، وكان في إثارة، وكان في كل حاجة قبل المباراة. كان مباراة مشحونة جدا 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 قبل المباراة، كل الجمهورين قاعدين على السوشيال ميديا مترقبين المباراة. بداية المباراة وصفرت المباراة، الهلال بيلعب بتشكيلة مميزة جدا بالأربعة ثلاثة ثلاثة أو الأربعة اثنين ثلاثة واحد، بهجوم مكون من جوميز وسالم الدوسري وبريرا وماريجا سلمان الفرج وكنو ورباعي الدفاع، بس الشهراني مش بيلعب المباراة، مش بادئ المباراة وبادئ من على الدكه. الناحيه الثانيه برضو الهلال مو يعني قريب من 4 2 3 1، ولكن قصدي النصر الناحيه الثانيه بيلعب 4 2 3 1، ولكن بدايه المباراه كان الهلال مركز ان هو يسجل هدف في اول ربع ساعه من المباراه، وده كان باين في الضغط العالي الشرس جدا من الهلال على النصر. كان ضغط عالي مميز جدا شرس جدا من ماريجا ومن جوميز وسالم الدوسري وبيريرا. وكمان كان اللي عجبني ايه بعيدا عن الضغط، ان الهلال بيلعب لمسه ولعبه. الهلال مش اللعيبه بتاعت الهلال مش بتحتفظ بالكره كتير في في في, في رجليها، كل ما تشوف الكره كتير جدا بتتلعب لمسه ولعبه لمسه ولعبه لمسه ولعبه. كان بيوصل الهلال لجون النصر بكل سهوله وبكل سرعه، لان النصر الناحيه الثانيه كان بيبقى فيه نوعا ما بطء في الهجمه. الهجمة كان النصر بيبدأ الهجمة كويس جدا، كان الضغط العالي بتاع الهلال كان بيجبر النصر انهم يلعبوا كرة طويلة، ولما الكرة كانت بتلعب طويلة عبد الرزاق حمد الله كان بيقدر ياخد الكرة ويقدر ينزل الكرة الطويلة، ولكن لما حمد الله بياخد الكرة الطويلة وتنزل وبيستلم هو الكرة بيلعب فرد كتير قوي بشكل غير طبيعي. اللعب الفردي بتاع حمد الله الشوط الاول بالشكل الغير طبيعي اللي كان بيلعبه كان مخلي النصر بطيء، وكان مخلي النصر بيفتقد الكرة في الناحية الهجومية بشكل اسرع. لو كان لعب لمسه ولعبه زي جوميز مثلا الناحيه الثانيه في الهلال كنا هنشوف النصر بيوصل للجون كتير، لان النصر عنده العناصر اللي توصل للجون، عبد الرزاق حمد الله وعنده تاليسكا وعنده الوينج رايت وينج ليفت مميزين جدا. فانت ليه كنت حمد الله بيحتفظ بالكره كتيره؟ دي كان عليها علامه استفهام كبيره الشوط الاول، على عكس الناحيه الثانيه الهلال، لا الهلال كان افضل الشوط الاول. الضغط كان مميز، الاستخلاص بتاع الكره مميز جدا سواء من سلمان الفرج او كنو، كان الخروج بالكره من تحت لفوق كويس جدا، كان بيقدر يخرجها على الارض، ما بيلعبش كره طويله كتير، وحتى لما بيلعبوا كره طويله كان بيلعبوها في ظهر دفاع النصر، دفاع النصر اللي كان نوعا ما فيه لخبطه، كان فيه لخبطه، كان متوتر، كان بدل المباراه باين جدا على النصر اللي هم متوترين اكتر من الهلال، الهلال داخل مرتاح شويه، هادي شويه، في الضغط بتاع الهلال كمان اللي هو كان راكب المباراه في اول ربع ساعه كان مدي اريحيه للهلال نوعا ما شويه، ولكن في علامه استفهام كبيره قوي، واللي كان ماريجا الشوط الاول واكل عليه يعني على قفاه عيش وجبنه وعشا، كان جايب عشا وبيتغدى على قفا علي لجامي او على علي لجامي. لجامي لاعب باك ليفت في الناحيه الهجوميه مش افضل حاجه، وفي الناحيه الدفاعيه برضه مش افضل حاجه. انا راجل مش متابع جيد للدوري السعودي، مش متابع جيد للنصر السعودي، حد يقول لي في الكومنتس من اشوف الفيديو ده هل لجامي ده مركزه؟ ان هل لجامي بيلعب باك ليفت؟ لان لو بيلعب باك ليفت هو ده مركزه الصريح، تبقى مصيبه، تبقى مصيبه، لان لاعب ماريجا كان بياخد منه كل حاجه، الالتحامات الهوائيه كان بياخدها، الالتحامات على الارض كان بياخدها، المراوغات كان بيعدي منه ماريجا، حتى اللاعب لما كان بيحاول يعدي ماريجا كان ماريجا في الضغط العالي بيقدر يستخلص منه الكره بكل سهوله. ماريجا الشوط الاول حرفيا ما كانش بيرجع، ودي كانت ثغره عند ماريجا، ولكن ثغره ماريجا كان النصر ما بيستغلهاش. ثغره ماريجا ان هو ما بيرجعش يساند محمد البريك، وكان نوعا ما بيتعمل دبل اب على محمد البريك، فكان بيدي ثغره عند ماريجا، ولكن ماريجا كان بيقدر في الناحيه الهجوميه يعوض الحته دي بالالتحامات الهوائيه اللي بيقدر يفوز بيها، بالالتحامات على الارض بيقدر يفوز بيها، بالمراوغات، بالسرعه، بالجسم، بكل حاجه كان بيقدر يفوز ماريجا على الجليمي. هل ماريجا بقى الجليمي في اخر المباراه حتى في نهايه الشوط كافئ ماريجا اللي هو انت عمال تاخد من التحامات هوائيه وعلى الارض كل حاجه، فانا هسيب لك الملعب كله واخرج، وطرد مستحق بكل تاكيد على علي. علي دخل بغشامه كوره مش مستاهله
في نص الملعب في نهايه المباراه وخلاص انت ثواني والحكم هيصفر نهايه الشوط، فانت لماذا دخلت التدخل العنيف دون وورطت فريقك في الشوط يلعب 45 دقيقه كامله ناقص لاعب؟ لماذا؟ مش فاهم. علي في اخر المباراه دخل نفسه ودخل تدخل صعب جدا على امريكا، امريكا اتصاب تقريبا في الكوره دي وخرج في الشوط الثاني، ولكن في الشوط الاول انت طردت ورطت فريق الشوط الثاني. اللي حاول يشيل الثاني بيدرو بيحاول يلصم بقى، ابتدى يلصم الشوط الثاني، ابتدى ان بعد الشوط الثاني خلاص الاول خلص انتهى بعد الطرد ده على طول. الشوط الثاني على طول لقينا الهلال بيغير تغيير، لقينا النصر بيغير تغيير. الهلال نزل شهراني وابتدى اللي هو يخلي الشهراني هو اللاعب الوينج، وخلى وراه ناصر الدوسري هو الباك، وابتدى يلعب الاثنين باكات قصاد بعض وكانوا بيحاولوا يبدلوا في الادوار، شويه تلاقي ناصر الدوسري هو الباك الوينج وشويه تلاقي شهراني هو الوينج. ولكن الناحيه الثانيه عند النصر، النصر فكر ان هو ينزل لاعب، سحب لاعب من المهاجمين بدل ما يلعب بثلاثه في الهجوم لا بيلعب باثنين بس تاليسكا وحمد الله، واللاعب الثالث في نص الملعب كان بيحاول يلعب ويوازن ما بين الوينج وما بين اللاعب نمره 8، ما بين الوينج واللاعب نمره 8. ده شفناه اكتر في النعجي لما نزل سامي النعجي وقدر نشوف ان سامي بيعمل دورين ما بين الهجوم وما بين لاعب الوسط بشكل مميز بتوازن مميز، ده كان النصر بيحاول يطبقه او بيحاول يعمله علشان يخلي في توازن في الفريق، الفريق ما يحسش او يفقد السيطره على المباراه. وده فعلا حصل في بدايه الشوط الثاني، جون على طول للنصر ريح الدنيا شويه، الجون ده خلى النصر ما يخلوش ايه اللي انا بجري ورا النتيجه، لا انا هادي، انا نوعا ما مش متوتر، التوتر اللي كان عندي الشوط الاول هدي لان انا دلوقتي بقيت متعادل في النتيجه مع الهلال وممكن في كوره مرتده او في كوره ثابته جون تاني وانهي المباراه، وده كان مريح النصر نوعا ما شويه ومخلي النصر في الناحيه الدفاعيه دفاع كومباكت مضيق المساحات مضيق الخطوط مش مدي الاريحيه للهلال نلعب ما بين الخطوط. لكن الهلال اتطرد على الاطراف والاطراف بتاعه الهلال كانت مميزه، سالم الدوسري من ناحيه وشهرنا من ناحيه كانوا بيهددوا مرمى النصر كتير لحد اخر ربع ساعه في المباراه لحد الدقيقه 72 في الجول اللي جابه سالم الدوسري، وسالم الدوسري ثاني مره على التوالي ما بيحترمش عقولنا، احترم عقولنا يا رجل يعني. سالم الدوسري بيعدي الاول ويعدي الثاني يا دوب بس بيلمح بعينه زي مفتوحه بيشوط على طول، اي نعم هي ديفليكشن وخبطت في مدافع النصر راحت في البعيده، ولكن الفكره بتاعت سالم ان هو في المكان ده محاصر من لاعبين ويشوط الكوره ده فكره عاليه قوي من سالم الدوسري بصراحه. جول مميز قوي من سالم في الجول الثاني خلى النصر يتوتر تاني، خلى النصر يخرج بره المباراه من تاني. ولكن بعد قبل ما اتكلم في النصر لقطه عجبتني قوي 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 من سالم الدوسري، سالم الدوسري بعد ما جاب الجول، الجول كان جه من ناحيه الجمهور بتاع النصر، انا جمهور النصر كان ورا الجول في الناحيه اللي جاب فيها سالم الجول الثاني. سالم لما جاب الجول الثاني ما حاولش اللي هو يروح يستفز جمهور النصر او ما حاولش اللي هو مثلا يقلع التيشيرت ويروح يحتفل قدام جمهور النصر، عمل حركه مميزه جدا انه اعتذر لجمهور النصر ان انت الجمهور او انت الجمهور السعودي اللي بيشجعني لما مع المنتخب السعودي بيحتفل لما بجيب جوان مع المنتخب السعودي، فانا بحييكم فانا بعتذر لكم فانا بقول لكم انتوا فوق دماغي. في لقطه مميزه قوي 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 من سالم الدوسري تبين ان سالم الدوسري شخصيته قويه، شخصيه لاعب محترف، لاعب فاهم هو بيعمل ايه. بعد الجول دون النصر السعودي هدي والهلال السعودي قدر يركب المباراه خلاص، الهلال بعد الجون ده خلاص ابتدى يركب المباراه، النصر ما كانش في ايده غير ان هو يلعب على الهجمات المرتده، انا هلعب على الهجمه المرتده احاول اخطف في الهجمه المرتده. وكمان تغييرات بيدرو كانت متاخره، انت مقعد جنبك ابو بكر لحد الدقيقه تقريبا 79 ليه؟ ليه مخلي ابو بكر جنبك لحد الدقيقه 79؟ انت المفروض بعد الجون على طول اللي جابه الهلال في الدقيقه 75 على طول تنزل ابو بكر تديله ربع ساعه كامله يقدر يسجل فيها، يقدر يصنع لك فيها فرصه. ولكن انت نزلت ابو بكر في اخر دقايق المباراه ما قدرش يتاقلم، ما قدرش يخش جوه المباراه في اخر 10 دقايق. بيدرو ما كانش مميز، ولكن جاردين من الناحيه الثانيه هو اللي رجع النصر على فكره في المباراه، يعني بعد اول ربع ساعه في الشوط الاول لما النصر سجلت هدف، لما قصدي الهلال سجلت هدف وتقدم في المباراه، لما رجع في نص ملعبه ابتدى يعمل ديب بلوك، مش اقول لك لو بلوك، بيعمل ميديوم بلوك وبيقابل من عند الدايره مثلا كده من نص ملعب الهلال، مش بيضغط ضغط عالي زي ما كان ضاغط، ده ركب الهلال في النصر في المباراه ورجعت انا في المباراه وخلى النصر يبقى في اريحيه ويحضر لعب كويس من تحت ويلعب على الارض اكتر. ولكن لو انت كنت ضغطت على الهلال او ضغطت على النصر في بدايه الشوط او بعد الجون الاول اللي انت جبته كنت هتريح نفسك قوي، كنت هتخلي نفسك اللي هو انت تجيب ممكن تجيب تخطف جون تاني في توتر دفاع النصر تخلص المباراه في الشوط الاول او في اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه. ولكن ان انت اللي عملته دوت دخل النصر في المباراه، وحتى لما اتطرد من النصر لاعب قدر يرجع في المباراه ويتعادل معاك. فجارديم خايف على الهلال في النهائي ضد الفريق الكوري اللي هيلعبه، خايف ان جارديم يسجل هدف ويرجع تاني لنص ملعبه فالفريق الكوري يخش المباراه ويكسب. انا قلقان من الحته دي، ولكن النصر قدم مباراه انا شايف مباراه كبيره على ظل ان هو مطرود منه لاعب
فقد لاعب بيلعب 45 دقيقه كامله من غير لاعب وناقص لاعب ضد الهلال، الهلال المدجج بالنجوم اللي موجود مع ريجا، ولما ريجا خرج نزل الشهري الشهراني وموجود معاه جوميز وسلمان الفرج، وكانه فريق تقيل. الهلال فريق تقيل والنصر كان عنده عناصر، ولكن العناصر اللي موجوده معاه تاليسكا كان بيلعب في وادي لوحده، حمد الله بيلعب في وادي لوحده، حتى التغييرات كان كل واحد بيلعب في جهه. فالنصر كان قدم مباراه على قد الامكانيات، ولكن الهلال يستحق الصعود للنهائي القاري والقروب من البطوله الثامنه. مبروك لكل جمهور الهلال في الوطن العربي، سواء انت بتتفرج عليه من السعوديه او بره السعوديه وبتشجع الهلال، فمبروك ليك وكل يعني كل احترام وكل تقدير، وهارد لك لجمهور النصر اللي عمل مباراه كويسه، هارد لك، تستحقوا كنت تبقوا في النهائي، كنت تستحق المباراه دي تكون نهائي ما بين الهلال والنصر، تكون نهائي لا قدر الله ما شاء فعل. مبروك لجمهور الهلال، هارد لك لجمهور النصر. في الاول وفي الاخر ده رايي انا، راي شخص واحد في مباراه الهلال والنصر. قول رايك انت في المباراه في الكومنتس، قول توقعاتك، هل جاردين ممكن يغرق الهلال ويخسر نهائي القاري القادم، ولا الهلال خلاص حسم البطوله والبطوله هتكون في السعوديه السنه دي؟ قول لي توقعك في الكومنتس، ولو حالك بدات تشجع باللايك اول ما تشوف نعمل سبسكرايب وتكون فعل الجرس عشان حالك تجيلك اول باول. طب انا عايز بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، ومش عارف فيسبوك في تويتر، تتركوا معاك في الحلقه الجايه. سلام.